في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في العراق الأمر مختلف، ففيه تسلب الحقوق وتسرق الفكرة. حقوق المؤلف حق مقدس في أغلب دول العالم، ويتم التعامل معه في أعلى درجة من الحماية. هكذا يتحدث محمد الكتبي، كاتب وناشر عراقي في شارع المتنبي. لكن في العراق هذا الحق غائب بين رفوف القانون المنسي حسب وصف محمد. هناك مركز للحماية الفكرية في وزارة الثقافة، ولكنه للأسف الشديد أنه ما زالت القوانين والأنظمة الخاصة بالملكية الفكرية غير مفعلة على أرض الواقع. النخب الثقافية والأدبية في العراق تشكو من ظاهرة سرقة الملكية الفكرية دون وجود قانون فعال للحد من هذه الظاهرة، وسط فوضى الظروف الأمنية والسياسية التي تحيط بالعراق. راد لها جهد وجهد صارم من جهات لها علاقة بالمتنبي، بوزارة الثقافة، بالسياحة والآثار، باتحاد الناشرين، يتواصلون في المسألة ويقننون ويشرعون قانون يحفظ حقوق المؤلف. غياب الإجراء الرسمي من قبل وزارة الثقافة العراقية تجاه مثل هذه الأعمال جعل من المنشورات الأدبية والصحفية فريسة سهلة لكل شخص يجد أمامه مجهودا ويسرقه، حسب كلام كتاب عراقيين. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد.